وننتقل إلى موضوعنا التالي مشاهدين الكرام، ومع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث أعلنت الجمعية المعنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان ونشر الوعي بالسرطان وأهمية الكشف عنه، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها عن إطلاق الدورة 9 من حملتها السنوية أنا أستحق الحياة، لجمع زكاة المال خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة مرضى السرطان المتعففين الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج. لنا وقفة مع التقرير التالي الذي يحمل ما بين جعبته حالة مرضية تم علاجها تحت ظل حملة أنا أستحق الحياة. نتابع. اكتشفتها لأول مرة، الله يكرمك، في الحمام يعني، فحسيت بدوخة يعني، طلبت إنه بناتي دقيت الباب على أساس إنه يجوني ويساعدوني إن أطلع من الحمام، فحسيت بنفسي مجهدة ما قادر حتى يعني أمشي، فحسيت بدوخة وكأني كنت جارية يعني، ولا كنت راكضة ولا. فلما رقدتها حسيت بإنه أهبش المكان اللي أنا أصلا يعني الخبطة جات فيه، فلقيت إنه ما في شيء. والله إحساسي كان، فكرت في أولادي أول حاجة، لأول مرة فكرت في أولادي، فكرت في إنه ليش الورم يعني ما كان مبين، هل أنا محظوظة يعني إني أنا اكتشفت ومشيت يعني ما خفت وما اقتنحت بكلام الدكتورة إنه ما في شيء، وأنا كنت متأكدة إن في شيء. حمدت الله أول حاجة، وتذكرت حاجة يعني إنه نحنا أخوات كنا، وأمنا كان في الولادة توفت فجأة بنزيف، فكرت حب جدتنا يعني إنه أمكم ماتت يوم انتهى ما بالمرض، فتذكرت الكلام بتاع جدتي إنه الموت ما بالمرض يعني. وأنا ياسر يعني بتكلم مع نفسي إني أنا ما مريضة جواي يعني، أنا ما مريضة. جمعية أصدقاء المرضى برضو ما قصروا معانا يعني، إحنا كمجموعة كان يعني لمتنا مع بعض كمرضى كان يعني فيها الشفاء لينا، والشكر كل الشكر لجمعية أصدقاء السرطان إنها برضو دعمتني في إني أقدر أوري إنه الناس يعني توصل الرسالة لكل الناس اللي عندهم سرطان إنهم أقوى. أنا بقول مريض السرطان أقوى إنسان. وحول حملة أنا أستحق الحياة مشاهدينا الكرام وأهدافها وآلية التبرع، معنا في الاستديو الأستاذ حامد محمد الحامد، وهو مدير برنامج الشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان. مساء الخير أخ حامد، حياك الله معنا. أهلا وسهلا. يعني بداية، هذه النسخة 9 من هذه الحملة صحيح. أنا أستحق الحياة، نود أن نتعرف على هذه الحملة وأهدافها. في البداية تأسست جمعية أصدقاء مرضى السرطان في عام 1999 تحت رعاية سمو الشيخ جواب محمد القاسمي حرمة صاحب سمو الشيخ دكتور السلطان محمد القاسمي حفظ الله ورعاه. هدف حملة أنا أستحق الحياة جمع التبرعات للعلاج مرضى السرطان المتعففين من مواطنين ومقيمين دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم جميل. طيب يعني هذه الحملة أين تكمن أهميتها بالتحديد؟ هل في اختيار التوقيت التي يتم من خلاله الإعلان عن بدء استقبال التبرعات، أم من جانب آخر ربما يعني هو غير واضح لدى الإعلام أو لدى كذلك المتابعين لهذه الحملة؟ دور جمعية أصدقاء مرضى السرطان جمع التبرعات في الشهر الفضيل بطرق مختلفة، من التواصل الإعلامي، مؤسسات الحكومية وقطاع خاص، ومن الأفراد. التبرعات نحن عندنا في شهر رمضان فقط لعلاج أخوان المسلمين. طول السنة نحن نعالج جميع الجنسيات. طريقة التبرعات نحن نحاول نوصل معلومات من علاقاتنا مع الجهات، أصحاب الخير يحبون يتواصل معي يسألون منو عندك مريض فلان، كم طفل عندك، نبغى ندعمهم نبغى نعالجهم بهالإجراءات. جميل. يعني نظرا للظروف الاحترازية وفي ظل الجائحة تم استقبال التبرعات عن بعد، بعد أن كانت في السابق متاحة للراغبين
بالقدوم إلى مقر الجمعية والتواصل معكم بشكل مباشر، صحيح؟ صحيح. حدثنا عن هذه الإجراءات التي استحدثت مؤخرا. حاليا نحن نستقبل التبرعات بطرق أخرى، مثل رسالة نصية، تشكيل لجنة دائمة من الجمعية الصغار السرطان يكون فيها فريقة عمل على جمع التبرعات من مؤسسات وجهات القطاع، مثلا نقول القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد، بتوصيل معلومة طريقة استقبال الزكاة. نفس ما نقول نحن عندنا حساب بنكي، صحيح. عندنا رسالة نصية، صحيح. عندنا موقع جمعية أصدقاء مرضى السرطان اللي هو www.focp.ae، اتصال على هاتفيا على الجمعية، طرق يعني سهلة. عندكم حساب بنكي لدى مصرف الشارقة الإسلامي؟ نعم. خاص بالجمعية؟ نعم. تم من خلال استقبال التبرعات، وهو الآن واضح أسفل الشاشة في الحقيقة في هذه اللحظات. من المهم جدا كذلك أن يعي كل من يعني يشاهد رقم الحساب هذا وعند الرغبة في التبرع بأن في حال قيامه بإيداع مبلغ، ما هي الخطوة التالية؟ نحن عندنا فتوى شرعية من إمارة الشارجة أن نحن نجمع تبرعات في شهر رمضان لعلاج المرضى السرطان. المبلغ كاملا اللي يوصلنا في فترة شهر رمضان يكون علاج كاملا، نفس ما وضحت أنا أنه يكون مبلغ كامل لعلاج المرضى، جمعية أصدقاء مرضى السرطان، الأفراد المتعففين، الأسر المتعففين اللي ما قادرين يعالجون عمارهم في التكاليف. صحيح. المتبرع اللي يقوم بإيداع هذا المبلغ، هل عليه بعد إيداع المبلغ أن يتواصل معاكم، يعطيكم نسخة من إيصال الإيداع أو غيره؟ نحن عندنا طرق، الشخص اللي تبرع من مبلغ من حسابه وتواصل معه، نحن سنويا أو ما يعني مثلا سنويا نعطيه تقرير أن المبلغ اللي أنت دفعته كم مريض عالجنا فيه وشو الطرق اللي عالجنا. نحن عندنا علاج، مثلا عندنا علاج الكيماوي، عندك علاج بالإشعة، عندك علاج بالجراحية. عندنا في 2020 في جائحة كوفيد 19 نحن عالجنا تقريبا عملية جراحية ل 33 مريض، عملنا عملية نقي العظام، عندنا علاج كيماوي، ساعدنا المرضى في أدوية يحتاج المريض في مبالغ، نحن نساهم في جمعية أن نحن نوفر لهم مطالباتهم ودعمهم معنوي. يعني سأتطرق إلى موضوع أنواع العلاجات المتوفرة وأنت ذكرتها، سواء كان الإشعاعي أو التدخل الجراحي أو العلاج بالكيماوي. لكن يعني من المهم كذلك التوضيح، لأن نحن توقفنا عند موضوع التبرعات، هناك قسائم شرائية، صحيح؟ نعم. يعني تحديدا حدثني عن هذه القسائم، ما هو دورها والمبالغ المخصصة لها؟ قسائم شرائية التبرعات نحن عندنا في ما نفس ما قلت لك انا الموقع FoCP الجمعيه. نعم. احنا عندنا تبرع اونلاين، عندنا تبرع ب 10 دراهم، عندنا تبرع ب 50 درهم، 100 درهم، 500,000، هذا يروم يتبرع بالموقع. عندنا تبرع عن طريق اونلاين. نعم، بشكل مباشر. مباشر. الاسمس نحن عندنا بحث من خلال البطاقة الائتمانية. ائتمانية يتبرع، فخذت الاسمس اكتب عندنا، يمكن واضح عندك في الشاشة. رسالة نصية. رسالة نصية في أرقام تبرع فيها الحسب المتبرع اللي حاب يتبرع المبلغ. الطريقة الأخيرة هي أن الشخص حاب يتبرع بمبلغ ويبي يتواصل الجمعية، يتصل فينا نحن على الجمعية، نحن نحاول نوصل له، نحن نوصل له، نعطيه مثل الإجراءات المسموحة اللي هو إيصال، سلمت المبلغ هذا، كيف تروح مراحل العلاج، محتاج التقرير، نسلمك التقرير للشخص هذا، يكون واثق وعارف أن المبلغ هذا كاملا حق علاج المريض. صحيح. نحن عندنا في الجمعية اسمها وضحتك أنا، نحن عندنا من مواطنين ومقيمين دولة الإمارات، نحن نحاول كثر ما نقدر ان نحن نساعد الاسر المتعففه. نعم. يعني الاسر المتعففه تعرفها في هالفتره، خاصه في حالتنا الموجودين احنا فيه، ان الاشخاص صعبه ان يحاولون ان هم
يساعدون عمارة أو نعم. يبون دعم من جمعيات. طيب كيف يتم التواصل معكم يعني، وهل يشترط كذلك لتقديم طلب المساعدة هذا إبراز بعض المستندات أو بعض الأوراق الثبوتية أو التقارير الطبية؟ نحن حاليا بدينا على البريد الإلكتروني. أي طلبات محتاج المريض تواصل هاتفيا، نقول إحنا طرش أوراق المطلوبة عند الاستبيان، يعب الاستبيان أوراق مثل تقرير المستشفى، تقرير مالي، يعني مثلا موظف موظف شو الدعم المحتاجة، تقرير المستشفى مثلا مبلغ محتاج، مثلا نقول خلينا نقول إحنا علاج مو بسيط، يعني خلينا نقول أقل علاج المريض يمكن 25,000. نحن نطلب تقرير هذا وهالمبلغ كاملا، نحن نسلم التقرير المبلغ هذا ما نسلم المريض، نحن هالمبلغ نحوله للمستشفى، المستشفى هي ليش تسلم المبلغ وتعالج فيه المريض. جميل. المستشفيات هذه كلها داخل الدولة أم تتواصلون كذلك مع مستشفيات أو حالات مرضية لديكم خارج الدولة؟ نحن عندنا مستشفى في الدولة الحمد لله، وعندنا مستشفيات خارج الدولة. المستشفيات الخارج الدولة نحن نتواصل مع وزارة الشؤون الخارجية، لأن نحن لازم نكون سفارة تابعة، مثلا عندنا في دولة من الدول خلينا نتكلم مثلا في الهند مريض يبي يتعالج، نحن هذا بعد ناخذ تقرير نستلم من السفاره ونشوف العلاج صحيح، الاجراءات المطلوبه، الاوراق المطلوبه صح، المستشفى صحيح، اوكي ترش المبلغ هذا للسفاره. للسفاره هي تكلف علاج المريض في اللي تابع جمعيه أصدقاء مرضى السرطان. واضح واضح جدا، من مختلف الجنسيات دون تحديد جنسيه معينه. جميل. طيب الحالات هذه اللي تصلكم تحديدا أعدادها هل تعتبر أعداد متصاعدة؟ هل مقلقة هذه الأعداد؟ والله أخوي مقلقة بأمانة، يعني نحن نحاول جمعية أصدقاء مرضى السرطان تقدم ورش توعية حق المجتمع عامة، تحاول أن كثر ما نقدر نوصل شو الإجراءات اللي لازم نحن ناخذ حيط وحذر على لان اصابات ياس تزيد دوله الامارات، ودور الجمعيه انها هي تحاول كثر ما تقدر تسيطر على المواضيع هاي ان شاء الله. جميل. طيب يعني الحمله هذه انطلقت اعتقد في 2013 صحيح؟ 2013 نعم. من 2013 لغايه اليوم تقريبا كم حاله ساهمت الجمعيه في ايجاد حلول لعلاجها؟ ساهمت الجمعيه في علاج انا ما اقول كم عدد عندنا احنا في علاج 1449 مريضا ما شاء الله. من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها. نعم. الحالات اللي عادة ما تكون يعني معقدة وعلاجها صعب جدا يعني حتى يدون ذلك ربما في التقرير الطبي، يعني كيف يتم التعامل معها؟ التعامل معهم نحن نحاول نتعامل معهم معنوي، نعملهم دورات ورش عمل، نجمعهم بين الأسر، نحاول نعطي دافع كبير أن 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 أنت الشخص هذا تعرفنا، نقول المريض هذا يوم يحس عمره أنه هو وصل مرحلة أنه ما عنده أمل، دورنا نحن كجمعية أصدقاء مرضى السرطان ندعمه ونوضح له أن الحياة مستمرة، تعيد للأمل من جديد، تعيد للأمل، نحاول كثر من نحن مثلا عند في يعني طول السنة مرة واحدة نحن نوديهم عمرة على حساب الجمعية. جميل. في أصحاب خير يدعمون الجمعية أن يقولون نحن محتاجين نطرش عدد للعمرة، نختار المرضى ونسفرهم للعمرة. نحن كل سنة مثلا نقول نحن ما نختار نفس المريض، كل سنة مريض، أن الشخص هذا اللي صار سابقا يكون واحد جديد. صحيح. بالنسبة للتبرعات يعني، وهذا السؤال ربما يتبادر إلى ذهن المتبرعين، هل المبلغ بشكل كامل يذهب للعلاج وللأدوية الخاصة بالمرضى، ولا هناك جانب آخر يتم استقطاعه كذلك؟ المبلغ كامل يروح للعلاج المرضى، حتى خاصة حملة أنا أستحق الحياة، المبلغ كامل يروح لعلاج المرضى جمعية أصدقاء مرضى السرطان، لأن الفتوى الموجودة عندنا نفس زكاة يكون كاملا لعلاج مرضى السرطان. جميل. يعني حملة إنسانية بالتأكيد ذات أهداف نبيلة، من المهم كذلك أن نزيد الوعي، كيف من الممكن أن نزيد الوعي وأن نوجه رسالة يعني أهمية التبرع لمثل هذه الحالات الإنسانية؟
نفس ما وضحت لك أنا أن نحن نحاول أن نحن نتواصل مع مجتمع عامة بدولة الإمارات من مواطنين ومقيمين ومؤسسات الحكومية وقطاع خاص وشركات عامة أنهم يساهمون ويدعمون جمعية أصدقاء مرضى السرطان في التبرع لعلاج المرضى. نسمع بعدين وضحت لك أن التكاليف العلاج باهظة، يعني المبلغ المريض هذا يمكن ما يقدر يدفع. دور الجمعية أن هي تدعم وتوقف بجانبه وتساعده في كل مراحل معنوية وعلاجية. جميل جدا. يعني بالإضافة إلى هذه الحملة أستاذ حامد، يعني ما هي كذلك المبادرات، ما هي الأنشطة، ما هي الفعاليات المرصودة على أجندة الجمعية خلال هذا العام عام 2021؟ نحن نحاول كثر ما نقدر أن نجمع المرضى عامتين، نسوي لهم دورات سنويا، دورات اسمها دورات أسرية، عندنا عربة المرح حق الأطفال، نسوي زيارات المستشفى، نوديهم الهدايا، نستانس مع الأطفال، المرضى الكبار في السن نجلس معاهم، نحسسهم أن نحن عائلة وحدة. يعني الدعم كاملي متكمل، يعني من دورنا نحن كموظفين أو دور مجتمع لمرضى السرطان. جميل جدا. طيب يعني أنا سعد بوجودك معي أخ حامد، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في تحديدا تحقيق أهداف جمعية أصدقاء مرضى السرطان والقائمين عليها، ورسالة شكر كذلك إلى كل من تطوع لخدمة هذه الجمعية وكل من ساهم وتبرع ولو بشق تمر. جزاك الله شكرا لك. ما قصرت. الله يحفظك. إذن مشاهدينا، قبل أن ننتقل إلى فقرتنا التالية، نذكركم مشاهدينا بأن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والبركة والتلاحم في مجتمعاتنا الإسلامية، وانطلاقا من هذا المنبر نذكركم ببعض فئات المجتمع من الأسر المتعففة التي لا تستطيع تغطية تكاليف علاج السرطان في سبيل عونهم والتخفيف عنهم كذلك، والجمعية هي من الجهات الموثوقة التي تقوم بهذا الدور منذ أعوام عديدة ولها السبق كذلك في خدمة هذه الشريحة، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها الجهات الأخرى. فأبواب جمعية أصدقاء مرضى السرطان مفتوحة، سواء من خلال التواصل أو من خلال الاتصال، من خلال الذهاب إلى مقر الجمعية لتقديم التبرعات بكافة أشكالها وأنواعها، ونسأل الله أن يضع هذه التبرعات في ميزان حسناتكم. ما زلنا مستمرين مشاهدين.